السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يا هلا وسهلا، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعين ومشاهدين قناة سعودي أوتو. حلقة اليوم نستعرض فيها معرض بترومين ستلانتس الجديد في أوتو مول في مدينة جدة، وإذا حابين تجربوا أو تشتروا أو أي معلومة إضافية ما وفرناها في تغطية اليوم، أدخلوا موقع saudiauto.com.sa وعبوا الاستمارة تحت موضوع الحلقة، وإن شاء الله حنلبي طلباتكم. معرض بترومين ستلانتس في الأوتو مول يعتبر أول صالة عرض يعرض فيها علامات تجارية لسبع ماركات تحت سقف واحد، واللي هي جيب ودوج وكرايسلر ورام وألفا روميو وفيات وأبارث كمان. اختارت بترومين أوتو مول لصالة العرض هذه عشان تعرض سياراتها من العلامات والماركات السبعة المختلفة تحت سقف واحد، والهدف من هذه الخطوة هو العميل عشان تكون عنده الخيارات كلها موجودة تحت سقف واحد، وكمان خدمات ما بعد البيع حتكون متوفرة في أوتو مول لكل العلامات والماركات التجارية اللي تمثلها بترومين ستلانتس. معرض أو صالة العرض في أوتو مول يعتبر جزء من تطوير شبكة واسعة النطاق، لأنه بترومين ستلانتس حيفتحوا في مدن المملكة الكبيرة عشرات المواقع في الفترة القصيرة اللي جاية. بالنسبة للضمان اللي بيوفروه بترومين ستلانتس مدته 5 سنوات ومساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات كمان، وأهم من هذا كله هو العروض المتوفرة مع البنوك الكبيرة ومعدلات الفوائد منخفضة جدا، مثل 0.99% مع بنك الأهل السعودي SMB على موديلات معينة وبرامج 50-50. وعندهم كمان حملات مع مصرف الراشي والسعودي الفرنسي وبنك الرياض وبنك الإمارات دبي الوطني MBD. وبيقدموا بترومين ستلانتس كمان خدمة مجانية لمدة 2 أو 40,000 كيلومتر لمشتري جيب جراند شيروكي إل. أعلنت بترومين ستلانتس أن ملاك سيارات الماركات والعلامات التجارية ستلانتس حيكون عندهم الإمكانية من صيانة سياراتهم من خلال مراكز خدمة بترومين أوتو كير في كل أنحاء المملكة. حيوفروا إن شاء الله مستشارين خدمة متخصصين وفنيين معتمدين. أعزائي المتابعين ومشاهدين قناة سعودي أوتو، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم من حلقة بترومين ستلانتس، وإذا حابين تجربوا أو تشتروا أو أي معلومة إضافية ما غطيناها في حلقة اليوم، أدخلوا موقع saudiauto.com.sa وتحت عنوان الحلقة عبوا الاستمارة وإن شاء الله حنلبي طلباتكم. ولا تنسوا وضع جوالاتكم على الصامت خلال القيادة، لأن الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية من أكبر مسببات للحوادث. حط جوالك على الصامت وقد بأمان، واحترم حق الآخرين على الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.